مطاعم سليم أفندي الثالث ترحب بكم للعائلات فقط، خربتوها. تفضل. يلا تفضل يا ابو ماهر. ما شاء الله، قبل سنتين وهم لسه يجهزوا فيه. عملت مقابله مع صاحبه مع مستر سليم، والله الطله التراثيه ما شاء الله، هذا للعائلة. ما شاء الله رب العالمين. وهكذا تحولت مدينة نابلس إلى مدينة سياحية من الدرجة الأولى. سبحان الله، بعد الحمص والفول أصبح من الدرجة الأولى، يضاهي المدن الشهيرة مدينة نيويورك وباريس. ومين بدأ كورونا؟ وهم ما شاء الله يعطوهم العافية. ما شاء الله. الطلة النابلسية في نشرب النشار اللي هناك مشان نصور بعض. لحظة، اوكي اوكي، خليني بس اخذ لقطات. فعلا انه يستحق الزيارة. وين رايحين؟ ممنوع التدخين. هذا هو مطعم سليم أفندي في مدينة نابلس وفي الطابق السادس. أنقله لكم لهذا اليوم 14/7/2012. ما شاء الله رب العالمين. معي بصحبتي نائل أبو فادي. هذا يمكن كلف 100,000. شفت اللي مشان يزفوا العروس فيها؟ زف العروس. كان اللي من إيطاليا. يا سلام. أول. بقول لك مصور. اوكي اوكي، من ترد علي بس. اوكي، شو في هنا؟ هيك بدي على البلد. من يجي يهودي بيصور بهمش. يعطيهم العافية. ما شاء الله رب العالمين. حلم تحقق للشعب الفلسطيني في مدينة نابلس. وهكذا نطل على جبل جرزيم ونرى قصر السيد منيب المصري في أعلى الطور.
شاء الله. أرى جامع النصر في البلدة القديمة من مدينة نابلس. جمعة جيبة برا. والله هذه الصورة أعجبتني.